يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ترك إذاعة القرآن تعمل في البيت 24 ساعة، وربما أستمع لها وربما لا أستمع لها، وربما أكون خارج المنزل، فهل في هذا شيء؟ هذا عبث، يعني إنه شغل ولا يستمع له أحد، هذا من العبث، اللي ما يستمع له ما يستفاد منه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أحياناً أكون في الدرس والذكر ذكر الله في البيت ما هو يكون بالراديو، يكون ذكر الله باللسان. الذكر عمل لا يقوم به الراديو والآلة، ذكر الله باللسان. نعم.